الاتحاد الامير خالد، الله يسلمك، خبرنا حدث كبير مثل هذا، كيف التجهيزات لي؟ هل حنشوف مشاركات سعوديه ايضا بينهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا احب ارحب بكم واشكر قناه ام بي سي على تواجدها في هذا الحدث الغالي والمهم بالنسبه لنا. الفورمولا 1 حقيقه سباق عالمي، ومن هو اكبر سباق سيارات في العالم. يبغى له تجهيزات كثيره من ناحيه البنيه التحتيه، من الحلبات. فالحقيقه يعني التعاون اللي نلقاه من الوزاره الرياضه والدعم اللامحدود من الحكومه على راسها مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد جعلت امرنا سهل. العمل يبغى له جهد كبير، يبغى له تعاون من القطاعات الحكوميه، من أمارة المنطقة، من الأمانة، لأنه في الحقيقة هو واقع في مكان مميز وعلى واجهة بحرية في كورنيش جدة، فمكان ملائم، لكن يبغى له تجهيز مثل نوع الفورمولا 1، تجهيزاته أعلى من الفورمولا إي، فكان تجهيز الدرعية للفورمولا إي أسهل بكثير من الفورمولا 1، فتتطلب علينا الفورمولا 1 أن احنا يكون فيه تغيير جذري في البنية التحتية، وإن شاء الله احنا يعني أعطينا جميع يعني التعليمات وكل ما نحتاجه للقيام بالتعاون مع الأمانة والأمارة. بالنسبة للمشاركات، الحقيقة سباق فورمولا 1 سباق قوي، وما يصله إلا الساقين المحترفين اللي هم لهم باع في الكثير. احنا ما زلنا مبتدئين في مجال سباقات الحلبات، وإن شاء الله يعني الاتحاد حيعمل مع الوزارة انه وضع خطط لعشرين سنة، انه نقدر يعني نستهدف جيل من 5 سنين ندربهم ونهيئهم، وانه ان شاء الله نشوف يعني سائق عندنا او سائقه في تسابق في الفورمولا في السعوديه، فان شاء الله هالشيء حنعمل عليه مع الوزاره.